عيد نبوي سعيد لكل الأمة الإسلامية، كما كنعرفوا هذا العالم الإسلامي كيحتفل بعيد أحسن الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنعرفوا هذا النهار هذا بالضبط. اللي كيضطروا انهم كيمشيو عند والديهم وعند الحباب ديالهم، ولكن نتمنوا انه الناس تكون ما سافرتش، حيتاش كتعرفوا كما نوقفوش في الكارثه ديال العيد الكبير، لانه في العيد الكبير كانت كارثه بجميع المقاييس، يعني الناس دخلت المدن خصوصا المدن اللي كانت فيهم العدوى، يعني هذوك المدن الناس اللي جاو منهم مدن أخرى اللي ما فيهمش العدوى، وقع في انتشار الوباء. هذه كانت البارح التوصيات ديال رئيس الحكومة يعني قال لهم أنا مزاوج ما تسافروش نشوف ديالكم، حيت يعني كاع الناس كتبغي تحتفل، الاحتفالات كتختلف من جهة لجهة، يعني من منطقة لمنطقة، مثلا حنا في المنطقة الشرقية تجي كيما الجهة ديال كازا والرباط، و يعني حنايا بحال انتوما مثلا كتحتفلو بعاشورا سواء لبيدة الصغار ألعاب مفرقعات مجموعة أمور هاي كتكون عندنا أمور عالية، حتى كان جي عيد المولد النبوي عاد كتكون عندنا مظاهر الاحتفال اللي كانت عندكم نتوما في عاشوراء، يعني هاد الشي اللي هذا هو الاختلاف اللي كاين، وكتحضر مجموعة ديال الأكلات عاوتاني مجموعة ديال الأكلات كتحضر لي معروفة، مثلا حنا في جدة كيديرو بالكوكش كيسلوها في كازا وداكشي كيديرو في جدة كيجمعو العائلة كيفرحو بيناتهم، ولكن للأسف هاد السنة كنظن أنه محال، حيتاش كتعرفو هاد الحظر العطلة عيد المولد اللي غادي تجمع العائلة تكرمهم هاد يعني الطقوس الجميلة، يعني الأجواء العالية العائلية وصلة الرحم ديال الإخوان والأحباب، نتمناو إن شاء الله ربي يرفع علينا هاد الوباء والبلاء. واليوم تصادف مع المولد النبوي مع يوم الجمعة، يعني نقول لكم جمعة مباركة، نقول لكم مبروك عواشركم، بارك الله عليكم خوتي العزاز، يعني هذه تبدا الحلقة ديالنا المولد النبوي، لأن حنا حنايا عيد المولد النبوي بصراحة المنطقة الشرقية كتكون واحد الاحتفالات يعني مفرقعات. مجموعة ديال الأمور يقدر يكون هذا المظاهر يقدر يكون تكون مظاهر التصليح ديال التصميم، أنا راني خاطئ أنا راني خاطئ لا، ولكن يعني اليوم وغدا يعني راه يومين خميس، يعني كما قلت لكم مظاهر ديال الاحتفالات في مدينة جدة المنطقة الشرقية ماشي هي مظاهر الاحتفالات اللي كاينة في البيضاء وفي الرباط،
إذا كاع في مناطق اللي ديال غرب المغرب، حيت أنا يا واحد الحتة دوزت عيد المولد النبوي في الدار البيضاء، يعني ما كانش هاد المظاهر تاع الاحتفالات اللي حنايا في مدينة وجدة، يعني المظاهر اللي شفتها أنايا اللي كاينة في مدينة وجدة في المنطقة الغربية كتكون يعني في كما كنقولو حنايا كتكون في عاشوراء، وعاشوراء كنعرفو حنا كان كتكثر الشعوادة، كيكثرو مجموعة ديال الأمور. وكذلك عاشوراء ديالنا حنايا ماشي هي عاشوراء ديال بنات الشيعة، كيحتفلو بعاشوراء. حنايا الفرق بيننا وبين الشيعة هما الشيعة كيديرو التأبين ديال الإمام الحسين، وحنايا كنحتفلو بنجاة سيدنا موسى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقيته ديالو شاف اليهود كيجي واحد النهار اللي كيصومو، سول قال لهم علاش كتصومو، قال له حنايا كنصومو حيتاش كاين النجاة ديال النجاة ديال سيدنا موسى. الور هو قال لهم نحن احق. اخوان كتسمعوني؟ ما عرفتش انا واش كاين شي مشكل في الصوت ولا يعني كما قلت لكم كتسمعوني اخوان؟ دابا مزيان خوت؟ نعم سي عبد العزيز، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عندك الصح. يعني قلت لكم يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم نحن أولى بصيام هذا اليوم اللي هو عاشوراء، يعني في ديال المناسبة ديال النجاة ديال سيدنا عيسى. وجات هكا، يعني هذا هو الاختلاف اللي كاين. يعني علاش قلت لكم انا عاشوراء، كنهضر على الفرق بين عاشوراء والمولد النبوي. يعني عاشوراء يعني في الجهه ديال كازا الرباط كشي كيحتفلوا بعاشوراء، وحنا كنحتفلوا بعيد المولد النبوي، وحنا ما كيكونش عندنا هذاك الطقوس ديال الشعواده وديال المظاهر ديال الاخر، ما كتكونش. فهمت الشيء اللي كاين. نتمنى ان شاء الله ربي يحفظ البلد ديالنا ويكون هذا العيد ان شاء الله يكون جميل ويكون فاتحة خير ان شاء الله. دابا الاجواء في وجده يعني كالم بزاف، يعني خاويه لاقصى درجه، حيت كتعرفوا العطله تاع حد ما خدام، يعني حتى لا سيركيلاسيون في الطريق يعني ناقصه شي حاجه. سيتو الكونفينمون يعني القضيه مزيره بزاف كما كنقولوا حنايا. اختي نجاة بركوك شو تقنتها كما كنقولوا حنايا، يعني قضية نقاس مزيرة بزاف وجدة، يعني براجات البارح السلطات المحلية يعني راه يعني درو واحد الحملة كبيرة كنا صورناها، وسناس وجدة انه راه كاينة واحد لجنة اليقظة في مدينة وجدة جديدة، يعني راه اللي لقاوه ما دارش كمامات، وخصوصا في الاسواق وفي مجموعة ديال الامور راه غادي ابتداء هذا مور العيد يعني جوز هاد النهار
راه غادي يوقعوا فيها الاعتقالات ومجموعه ديال الامور. يعني راه الهضره هذه مصادر ديالي الموثوقه، حيت كنت نهضر انايا واحد اكس قال لك اودي ما يمكنش انه السلطه دايره مجهودات كبيره وباقيه 300 حاله و209 حاله في مدينه وجده، لهذا اندارت كنبارح واحد اجتماع كبير على مستوى عالي في ولايه وجده، يعني اللي خرجوا بواحد القرارات ودارت واحد اللجنه ديال اليقظة كيتراسها واحد السلطات المحليه اللي غادي كما كنقولوا حنايا غادي يزيروا بمعنى الكلمه، يعني غادي يزيروا بحال الايامات الاولى ديال الكونفينمون ولا اكثر عاد، لانه الحاله صراحه ما بقاش تعجب بزاف. السلطه عيات، الناس تاع الصحه عياو، والناس ما عياوش وما معاوش. هادشي اللي نقدر نقول لكم اخوتي، وسيتو في هاد العيد مولد النبوي غير الله يستر وصافي. حنا كاع وجده راها مسدوده باش الناس مات، وبعض المدن، ولكن بعض المدن الاخرى اللي ما تقدروش تعرفوا شي واحد سالاته سحب سالاته ما شافني حد، الشيء اللي كاين. نسال الله الشفاء، الله يبعد لنا هذا الوباء هذا، من حيث صراحه احنا ما نقدروش، لانه ما الناس ما واعياش بهذا الخطوره، ما التزمت كما مات به مجموعه ديال الامور. قالوا نتمنوا انه يبان اللقاح في اقرب وقت باش ان شاء الله كما قالوا حنايا نتهناو من هذا الكابوس. صراحه والله الكابوس كابوس، الانسان راه مرضنا نفسيا ومرضنا الناس مرضت ماديا، يعني صراحه يعني حتى الحياه ما بقاتش كما كانت، ديما كتسنى انه الله يستر انك تصاب ولا شي حاجه. زعما راه مشكله، والله لا مشكله اخوتي قسما بالله. والناس راني كما قلت لكم، الناس ما سوقينش، ما فهمتش انا يا بنادم حتى يتمس عاد غادي يبقى يقول لك ربي الله يشافيني ربي، غادي يبقى يغوت ويدعي وانا ما تحسبنيش وانايا، وعادي يبقى يدير لي ستاتي في فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي. اخوتي حنايا اخوتي حنا يقول لك اخوتي حنايا راه كنا غير نكذبوا بلي ما كانش كورونا، راه كاين كورونا، راه هذا هو المشكل الاخوان. هذاك عدم اللاوعي هو اللي ادى الكارثه اللي رحنا فيها، خصوصا في مدينه وجده. صراحه يا عباد الله 300 حاله 200 حاله 250 حاله في النهار، راه زعما صعيب هذا الشيء بزاف، والله لا صعيب قسما بالله. ونحن مخلوعين ما فاهمين والو، وكتشوف انت الدعوه مزيره، المعابر مسدودين، السلطه مزيره، ماشي ما مزيره، مزيره صراحه. يعني الناس ملتزمين في وجده، ملتزمين، كاين اللي ما ملتزمينش، كاين اللي ملتزمين كما كنقولوا حنايا. شنو هو الحاله، عدد الحالات مازال ما هبطش، يعني دابا قريبا 10 ايام وحنا في حجر صحي وما كانش يتغير. 300 209، البارحه 209 حاله، حاله وفاه واحده في وجده، يعني كانت مستشفى الفارابي ثم تشوف الصناديق اللوحيه اللي ترسلات يعني باش موتى، ولي زومبيلونس ديال الكوفيد اللي كيمشيو يدفنوا هذوك الناس في المقابر، والله العظيم الا كل يوم كيدوز. البارح بعدا البارح شي كات خفوا ولا وهي كدوز عليها لومبيلونس، فيها الناس لابسين كسوة تاع كوفيد، فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني ماشي يدفنوا الناس اللي الشيء اللي كاين. اذا اخواني اخواتي، كنتم في هذه الدردشه الصباحيه، عواشركم مبروكه، ونتمنى انكم ما تسافروش وصبروا، وطلبوا الله يزع لنا هذا البلاء وهذا الوباء، وتبارك الله عليكم وشكرا.